السلام عليكم. ما قدرتش ما نديرش هذا الفيديو باش نعزي الاهل والاسره والوليدات ديال الفنانه ديالنا امينه رشيد، هذه المراه اللي عرفتها وانا في البدايه ديالي وشاركت معها في مجموعه ديال الاعمال، وكان اخرهم الفيها الملحه والسكر ما بغاش تموت، وكان اخر لقاء اللي هو في مهرجان سيني بلاس اللي جات باش تكرمات فيه، واخا كانت مريضة جات وتلاقات معنا وكانت بكل حب رحبت بالناس وخلتنا شي صورها، وخفنا اخرى ما تبغيش، ولكن نظرا للقيمة الكبيرة اللي عندها كان عندنا لقاء اننا نزورها مباشرة من بعد العودة ديالها من العطلة، ولكن الموت سبقتنا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. امرأة كبيرة عظيمة، عطات بزاف 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 في الفن المغربي، وبقت إلى آخر رمق كل قوة بكل عطف وحب. رحمها الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمها وتعازينا المغاربة كامل.